بعد شو؟ بعد ما تشرشحت بالمخافر وفضحت قدام الجيران ومسحت الأرض بكرامتي؟ انتي كمان هالخدود ما تعودوا على اللطم. هالمرة غير، حسيت حالي قد الأمل المفروكة لما كان الدكتور عم يفحصني. يحرق عرضك، شو قليلي كان حلو؟ بعمري ما رح انسى شلون كان عم يتطلع فيه ويحكي معي كأني بنت شوارع. كان جاي على بالي بلبس له عيونه. تمنيت الأرض تنشق وتبلعني. مازن مازن، تعال هيك. شو جبت لك؟ هي لإلي؟ طبعا لإلك. هي بدل شق لك اياها ابو عبدو، تروح تلعب فيها انت ورفقاتك وما تخلوه يشوفكم، واذا حكى معكم شي كلمه تعال لي بس. ماشي؟ رح خبيها والعب فيها وقتها ما يكون هون. يلا حبيبي روح العب. روح. كان عدد من الجماعات المسلحة في كل من باكستان وأفغانستان قد أعلن في بيان عن تأسيس تنظيم دولة الإسلام في العراق والشام. في سياق متصل أعلن مسؤولون في البلدين عن مخاوف توسع عدوى مبايعة التنظيم، خصوصا بعد انتهاء مهمة حلف الناتو في أفغانستان. يا سلام حليم الله، إذا بيضلوا هيك سنتين تانيات ليصلوا لروما. إذا كنت أنا بأوروبا حطوني شي أمير يا والي على شي بلد. ليش لا؟ والي ستوكهول أو أمير مستردام نيحة. مو إذا كان أبوك رجع على الشغل بدك تقضي لي إياها على البواب؟ فوتي وسكري وراكي، مو ناقصني أعلق معه أنا من تحت راسك. لك بدي أتنفس، لك رح أختنق. اللي بالسجن بيتنفس وأنا لا.